فيا، وليت من قبل تيشك فيا كنمشي نخدم كندي معايا عند الناس باش نولي باش ما يقولش يا شكيتي فيا، وكندي معايا حتى كندق على ما كتخرج كتقول لها خدامه عندي. صافي شويه ما جلسني الخدمه قال لي ما تبقايش تخدمي، قلت لي انا ما يمكنش ما نخدمش، انا ما بغيتش نخدم، انا خدمت حتى انا عندي جوج وليدات ما كاينش اللي غيصرف عليا، حتى ما عندي حتى شي واحد، ما عندي حتى واحد، عندي هي الوالده كاري خدام، كنقول لها ما عنديش اللي يصرف ليا على ولادي. صافي من ولا تيشك فيا ولا ديما قبل ما يشك فيا وانا ويا في المشاكل والعصا يوميا، قلت لي كري ليا باش ولا ما بغيتش نخدم سد عليا وخليني نجلس نقابل هي وليداتي. صافي ولا قال لي غتمشي معايا للعربيه، قلت لي الا بغيتي نمشي معاك للعربيه هي غدي يديك لانسيو عند البوليس باش ما تقيسنيش. قال لي واخا داني نهار ثلاث مع 9 الصباح هي غنمشيو للعربيه، خرجني ركبت جمعت حوايج ولادي وحوايجي مشيت غادي معاه لحقنا واحد البلاصه واحد التيرخاوي واحد البقعه حط الساك، انا كنصحب غير غيضربني بيدو، من جيت نعرض يدي بان لي الدم في يدي خفت طحت طحت مع مركبه الوليد، طحت انا وياه في الارض، من طحت انا وياه في الارض صافي بدات يضربني بزيزوار في وجهي، من ضربني بزيزوار وجهي جبد جميه كباغي يذبحني. صافي شاف واحد الانس واحد الراجل دايز هو يهرب وخلاني انا وليدي شي طايحين. سيد هو اللي عيط لي على الامبولانس، وديما فيما كنخدم كنجي كان يعني كندور معايا باش ما يعايرنيش وباش ما يضربنيش. انا هاد الضربه يعني واقلا ماشي نورمال، ما كانش حيت انسان كان نورمال ما غيضربنيش بهاد الضرب اللي غيدير لي، انسان كان واعي ما غيديرش ليا بحال هكا، يعني كيتعاطى شي حاجه بسببه بنتي دابا مرضت ليا. وانا 5 سنين يعني قليل خدم شهر كيجلس عام، دابا راه من رمضان ديال العام الاول ما خدمش، غير انا اللي كنصرف على ولادي وانا خدام، انا الناس خدامه عندهم وكيعرفهم هو وكيمشي كندي حتى لعندهم. انا دابا هاد الانسان كنطلب منه ما نسمحش في حقي.